الو، يعني ما وافقت. مساكم الله بالخير.
لحد الحين يا خميس ما قلت لي السبب الحقيقي في اللي مضايقنك. رغم كل اللي قلته بعدني ما مقتنع. ايش اللي مضايقنك يا خميس؟ قلت لك يا سيف اني تعبان، ولا ما مصدقني؟ انا تعبان، والتعب هو هذا اللي مخليني كسلان عن الشغل في المزرعه. تعبان ولا مضايق من مرشد؟ مرشد ايش قال لك؟ مرشد حتى الحين ما قال لي شيء، وانا بعد ما اريد اسمع من هذا الانسان اي شيء. سيف، احنا لازم نزوج غسان لسلمى وبسرعه. هاي اذا كنت باغي سلمى لولدك. اشوفك ساكت ما قلت شيء. ليش تسالني هذا السؤال الحين يا اخوي؟ ولا انت يعني خايف ان غسان يصير مسقط وما يتزوج سلمى؟ لا يا اخوي يا خميس، احنا متفقين في هذا الموضوع. غسان لسلمى وسلمى لغسان، خلاص. يعني غسان خلاص عاد مسافر باكر ان شاء الله الى مسقط. اي نعم، مسافر الى مسقط. عقب اول ما يحصل شغل باذن الله تعالى لازم يجي علشان يتزوج سلمى. خميس، ايش السالفه بالضبط؟ أرجوك يا غسان، خلي لي هذه اللوحة. أرجوك يا ولد عمي، إذا كنت تعزني. أتمنى يا غسان أنه مسقط ما تنسيك أيام البلد. تأكدي يا سلمى إني في مسقط بحقق كل أحلامي. من هناك ببدأ إني أكون رسام مشهور معروف إن شاء الله. من هناك ببدأ أحل مشاكل أبوي. من هناك بوصل للقمة، القمة اللي حلمت بيها طول عمري. من هناك ببدأ حياة جديدة. أريد أحقق الحياة اللي رسمتها في اللوحة يا سلمى. وأنا أتمنى لك كل خير يا ولد عمي. على كل حال، أنا ما أريدك تكون حزينة أكثر من اللازم. وليش ما تريد تكون حزينة يا غسان؟ وهي تشوف خطيبها رايح عنها وما تعرف متى بيرجع. حسان، إيش هناك يا كبيرة؟ ترى هي هذه الحقيقة، وهذا الشيء معروف زين، وبيجي يوم واذكرش فيه. انت اسمع، خلى عنك هذا السوالف الحين وخبرني، السياره واصله ولا لا؟ ترى السياره واصله من ساعه، والجماعه قاعدين ينتظروك تحت. زين يلا شيل الشنطه وانا جاي الحين. يلا ان شاء الله بسرعه. اشوفك على خير يا سلمى. غسان، خلي بالك من نفسك.
يلا يا ولدي اتحرك شوية، ترى السائق مستعجل. أنا ما عارفة حال مذي العقلة. يا الله إيش لازمة الدموع الحين؟ كيف ما تبغاني أبكي يا ولدي وانت قايم تتركنا وتروح؟ أنا ما أعرف متى أشوفك مرة ثانية. وأنا وين رايح يعني الله يهداك؟ أنا هنا في بلادي ما رايح مكان بعيد. الله يعلم يا ولدي كيف تكون حالتي وانت ما موجود يا غسان. يا أمي الله يهديك. أنا أول ما أشتغل إن شاء الله برسل خبر مع أول واحد يقل البلد هنا، وإن شاء الله كل ما أحصل إجازة أنا بلقي أزوركم هنا إن شاء الله. إن شاء الله يا ولدي. يلا يا غسان بس اكمل كلام، خلت حرد ترى الجماعة قاسين انتظروا. إن شاء الله حسان أنا جاي أنا جاهز. يلا يلا أمي يلا يلا مع السلامة مع السلامة. سلام. يلا ابو هماله احسن حياك حافظ انك الله في امانه الله يحفظك وداك الله يحفظك قدامك الرحمن يلا صباح الخير استاذ عبد العزيز. صباح النور. اعتقد ان الاستاذه سميره بعدها ما وصلت لحد الحين. في الحقيقه لا يا استاذ. اي خدمات؟ نعم ممكن تطلبي لي الشاي داخل المكتب لو سمحتي. أستاذ عبد العزيز لو سمحت تفضل اشرب الشاي في مكتبي. خايفة لا تجي سميرة وتشوفني جالس على مكتبها؟ لا تخاف يا فوزية أنا مصر إني أشرب الشاي هنا وفي هذا المكتب بالذات. بس أنت بهذه الطريقة تخليني في موقف صعب جدا معها، ما أعرف إيش أقولها. لا صعب ولا شيء يا فوزية، انت بس طلبي لي الشاي هنا وانا وعدك اول ما تيجي اكلمها كلمتين وامشي على طول. انا في الحقيقه عندي شويه شغل في اسحار ولازم اخلص اليوم، وبكره المساء ان شاء الله انا مسافر الى المانيا، يمكن اغيب اسبوع او 10 ايام. زين اجل هذيل الكلمتين للمره الجايه لغايه ما ترجع من السفر بالسلامه. للاسف يا فوزية هذيل الكلمتين بالذات ما يتاشروا. سميرة اليوم لازم تعرف كل شيء. استعدي عشان داومي المعهد من بداية الأسبوع القادم. إذا كان علي أنا ناديتني اليوم الحين بعد برجع. ردي ما في وقت الحين. وأنا بكرة بداوم في المعهد وأريد الكمبيوتر عشان أطبق اللي تعلمته. من بكرة بيكون عندك الكمبيوتر؟ يلا امشي قدامي.
ون ما؟ نعم. ايش بتخليني اتعلم السواقة؟ ليش؟ عشان اقدر ادور عليك بعدين وما الاقيك؟ لكن ما بصراحة انا احتاج سيارة، صح ولا لا؟ اولا لاني بروح المعهد وما اقدر اعتمد على السائق، يمكن يجيني يمكن يتأخر يمكن تصير عنده مشاوير، وبعدين لا تنسي اني لازم اروح الجامعة بعد الاجازة، صح ولا لا؟ هالمقدمة اللي قلتيها صح، بس ما ادري، خليني شوية افكر في الموضوع. اشوف وزير الو. ايوه فوزية، ها كيف الحال؟ ايش الاخبار؟ سمعيني، انا احتمال اليوم اتاخر شويه، عندي مشاوير مع اولادي، ما ادري اي مواعيد عندك الغيها، يمكن اجي ويمكن ما اجي المكتب، واضح؟ يلا خلي بالك. طيب مع السلامه. ليش ما خبرتها انه عبد العزيز موجود في مكتبها وانه ما راضي يخرج من هناك؟ ربي خاف انه يسوي لي مشكله هو بعد. ايش هذا الاسلوب يا انسه؟ يفترض منك انك تضربي على الباب قبل لا تدخلي، ولا الاستاذه سميره ما علمتك الاصول؟ انا اسفه يا استاذ عبد العزيز، بس بغيت اخبرك ان الاستاذه سميره اتصلت قبل شويه وقالت لي انها ما رايحه تيجي الشركه. وطبعا انت خبرتيها اني انا موجود في الشركه؟ لا ما خبرتها. كذا ابغاك دائما يا فوزيه، وأنا مثل ما وعدتك. أنا آسفة يا أستاذ، ما أقدر آخذ منك أي شيء بعد اليوم. بتاخذيه يا فوزية، بتاخذيه، وهذا ما راح يكون آخر ظرف. وأزيدك من الشعر بيت، هديتك القادمة من ألمانيا راح تكون أكبر وأثمن، وأنا متأكد أنها راح تعجبك. إذا ضاع مشوار اليوم على الفاضي، كان بودي أحرق لك قلبك يا سميرة قبل لا أسافر. كنت أريدك تعيش الأيام الجاية في هم ونكد، لكن مع الأسف مالك نصيب في الهم والنكد. بسيطة يا سميرة، مصيرنا نلتقي مرة ثانية. هذه الدراسة صعبة شوية يا صالح، واعتقد ان مدام سميرة ما راح توافق على الميزانية المقترحة. مثل ما انا شايف الحين قدامي تكلفة المشروع باهظة جدا. والله يا عبد الحميد يا اخوي، المدام هي اللي تبغي تبني مجمع تجاري ضخم، ما تبغي تبني بيت من 3 غرف نوم ومجلس. يعني مشروع مثل هذا من الطبيعي انه يكون مكلف كثير ويحتاج الى موازنة ضخمة. بعدين هذه الدراسة ما انا اللي بنفسي عاملينها، لا، هذه الدراسة عملناها مع بعض بوجود مهندسين واستشاريين وخبراء الشركة. هذا الكلام صحيح يا صالح، لكن احنا نريد نقلل من التكاليف شوية، بس المجمع يكون بنفس المواصفات المطلوبة، يعني لا يكون هناك اي تقليل في مواد البناء. اشوف مدراء المشاريع زادوا شوية على المدراء الماليين. كيف؟ يعني المدراء الماليين متهمين بالبخل في كل مكان، لكن اليوم أشوف مدراء المشاريع تفوقوا علينا شوية. يعني تقول إني أنا بخيل يا صالح؟ ما بالضبط يا أبو أحمد، ما بالضبط. ما عليه، ما عليه، بسيطة مقبولة منك. صباح
صباح الخير يا ابو احمد. صباح الخير سيد عبد العزيز، اهلا وسهلا. انت اليوم رجال غريب في هذه الشركه، صحار الظاهر اخذتك عنا. ما غريب للشيطان يا ابو احمد، وبعدين الشركه لا اخذتني ولا شيء، بس انت الظاهر ما تسال عني. يا اخوي يا ابو سعود، انا دايم السؤال عنك. كيف حالك يا صالح؟ ما كنت متوقع ابدا اني اشوفك اليوم في الشركه. وانا بعد استاذ عبد العزيز ما كنت اتوقع اني اشوفك هنا في الشركه. على العموم من اليوم ورايح راح تشوفوني بكثره ان شاء الله. ما شاء الله مشروع ضخم يا ابو احمد. هذا اكيد مكلف كثير. متى ينتهي هذا المشروع يا ابو احمد؟ بعد شويه. المشروع تحت الدراسه يا ابو سعود. أفهم من هذا يا أبو أحمد أنه الشركة بدأت تعمل مشاريع كبيرة هذه الأيام، بمعنى أنه رأسمالها بدأ يكبر أكثر بكثير من الأول. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. استريح يا أخوي استريح. رايح استريح يا أبو أحمد، لكن مو الحين، الأيام الجاية إن شاء الله. شيء أكيد أننا رايحين نلتقي مرة ثانية يا صالح، الأيام بيننا إن شاء الله. الحين بخليكم تشوفوا شغلكم. استاذن عنكم، مع السلامة. مع السلامة. انت تفهم ولا ما تفهم؟ ما اريد مناقشة في هذا الموضوع الحين. قلت لك وقف كل شيء وخلي الامور تمشي بشكلها الطبيعي المعتاد. لما يجي الوقت المناسب انا بنفسي اخبرك. طيب طيب، مع السلامة. ايش اللي طلعك الحين يا عبد العزيز؟ ايش اللي جابك في هذا الوقت بالذات؟ اكيد اكيد وراك سالفة. رفيق رفيق تعال. تفضل، بغيت شيء؟ انا اسف افتكرتك يعني. لا عادي، بصيرة ترى. طيب بغيت شيء؟ لو سمحت جريدة اليوم. الله يخليك. دقائق بجيب. تفضل اخوي. شكرا اخوي. نشوفك مرة. شكرا. يا مرة. ايوه فوزية، تعالي المكتب عندي. حاضر.
نعم يا أستاذة سميرة. من دخل مكتبي أثناء غيابي؟ الأستاذ عبد العزيز. بأي حق تسمحي لي يدخل مكتبي في غيابي؟ أنا ما سمحت له يا أستاذة، لكن هو اللي أصر على إنه ينتظرك داخل مكتبك. يعني إيش أصر؟ طلب يشرب الشاي داخل المكتب، وقال إنه يريدك تشوفيه وهو موجود داخل المكتب. حاولت إني أمنعه لكني ما قدرت، كان مصر. هذا لا يكون معتبر إن الشركة شركته. بعدين أنا لما اتصلت فيك ليش ما خبرتيني إنه هو موجود في مكتبي؟ ما بغيت أعكر مزاجك من أول الصباح، خصوصاً كنت طالعة مع أولادك. بس أنتي منسقة المكتب، يعني مفروض تخبريني عن كل صغيرة وكبيرة تصير فيه في فترة غيابي. بعدين سمعي، هذه أول وآخر مرة يدش فيها عبد العزيز مكتبي في غيابي، وإذا صارت مرة ثانية ما تلومين إلا نفسك. أما عبد العزيز إذا عادها فبقدم فيه بلاغ رسمي للشرطة بتهمة اقتحام مكتب في غياب أصحابه. بعدين إيش حكاية هذا الظرف؟ يعني عندك فكرة؟ بصراحة الأستاذ عبد العزيز حاول يعطيني إياه لكن رفض، والظاهر إنه ناس يأخذه معه هو طالع. وبأي مناسبة يعطيك مبلغ مثل هذا؟ ما أعرف، يمكن تكون رشوة. رشوة؟ ولا إيش ممكن تفسرينها يا آنسة؟ من كان مثل ما تقولي يا أم أمين إنه رشوة، إلا إني رفضت أخذ الظرف من غير ما أعرف إيش فيه. ايش هذه الصدفة الجميلة يا مدام إيمان؟ اهلا وسهلا. الحقيقة انا محظوظ جدا اني اشوفك رجع الحين. انا كنت جاي عندك المحل علشان اخذ بعض الحاجات البيت، لكني كنت طالعة بس للأسف من سوء حظي إطار الأمامي بنشر، لكن اكون في المساء في المحل. يعني انت الحين راجع المحل؟ لا لا ابدا، للأسف كنت داخلة اشوف احد العمال يغير لي الإطار. طيب ممكن اقوم انا بهذه المهمة بدل العام؟ لا لا عفوا يا أستاذ، أنا ما أريد أتعبك، العمال موجودين داخل المركز وما يقصرون. ممكن تعطيني المفتاح وتقولي لي وين سيارتك؟ وصلك يا مدام البيت إذا ما كان عندك مانع. ليش؟ لأن التاير الاحتياطي يمتنشب بعد. لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل. أخاف أعطلك عن شغل. أبدا أبدا، تفضل.
أكيد الأولاد انتظروكي على الغداء ورايحة تجهز الغداء لأبو الأولاد. لا والله، لا هذا ولا ذا. أنا أرملة من 10 سنوات تقريبا وما عندي غير شغالتي. أنا آسف إذا خليتك تتكلمي عن بعض خصوصياتك يا مدام إيمان، آسف جدا. لا أبدا، ما في داعي لأي اعتذار، المسألة عادية وما فيها أي خصوصيات. هذا الشاي وصل. تريك والكبير لغسان لنظيف. مشكور. تفضل الشاي. بسمع يا غسان، احنا ملاحظين بانك انت مستحي شوي. شوف ترى احنا هنا كلنا ظروفنا كانت متشابهه، وحاجه الاهل هي اللي خلتنا نشتغل ونترك دراستنا. شوف يا غسان، اعتبر نفسك مثل اخونا، واي شيء تحتاجه ما يردك الا لسانك. بصراحة يا جماعة انتوا اكرمتوني كثير، بس لازم تشد حيلك علشان تحصل على وظيفة. لا تمل يا غسان، دور في كل مكان، اتعب علشان ترتاح في الاخر. ها غسان، ترى اول ما اشتغل العشاء لحسابك. ما في كلام ثاني. انتوا تامر امر والله على عيني. مشكور على هذه العزومة الرائعة يا استاذ عبد العزيز. أتمنى لو تناديني يا عبد العزيز أو حتى عزيز بدون أستاذ، لأني أنا ما أحب الألقاب. وأتمنى بعد لو هذه العزومة تتكرر مرة ثانية. يعني ما رديتي علي يا مدام إيمان. قبل شوي كنت تقول لي خلينا نترك الألقاب، والحين أنت تناديني بمدام إيمان. أقول لك خليها إيمان حاف، لأنها تطلع منك ظريفة. يعني ما رديتي علي يا إيمان. خليها للظروف، والحين ممكن توصلني البيت؟ ليش؟ لأني لازم أوصلك عن سيارتك. أنت نسيت أن الإطار الاحتياطي بنشر؟ الإطار الاحتياطي ما كان بنشر، أنا ضحكت عليك علشان أوصلك، والتوصيلة جابت عزومة، والعزومة عرفتنا على بعض، وكل هذا من التاير البنشر اللي ما كان بنشر. يعني ضحكت عليه يا عبد العزيز؟ والله بصراحة نعم. بسيطة، أنا أرد لك هذا المقلب بس ترجع من السفر بالسلامة. ما أدري يا إيمان، المرة هذه حاسس إن السفر ما له قيمة أبداً، إني ما أريد أسافر، بس في ظروف تجبرني إني أسافر الحين. وليش؟ ما أعرف، بس لما أعرف بكلمك. ومن وين أنا أعرف؟ خلاص أعطيني أرقام تليفوناتك، لما تعرفي أنا أتصل بك على طول. على فكرة أنت إنسان دبلوماسي خطير، ومن الدرجة الأولى بعد، تعرف تطلب أي شيء ومن غير ما تحرج مشاعر الآخرين ولا حتى تحرج نفسك.
في هذا الكرت كل أرقامي. صباح الخير يا زينة البنات. صباح النور عمي مرشد، زيني شفتك قبل ما تروح السوق. وزينة بعد شفتك هنا قبل ما تسيري من البيت عند فاطمة. عمي مرشد، ايش بينك وبين ابوي؟ هو خميس قال لك شيء؟ ابوي طلب مني اشياء كثيرة بس ما قال لي ايش اللي بينك وبينه. وما قال لك انا ايش طلبت منه؟ انا الحين اسألك ايش اللي بينك وبينه، ما سألتك ايش طلبت منه. سمعيني يا سلمى، الكلام في الدروب ما ينفع يا بنت خميس. خلينا نتكلم مكان ثاني غير عن هذا المكان. وين تريدني اتكلم معاك؟ خلي هذا الموضوع علي انا. سلمى ابوي. تبقى في نفس الزمان تفقد الأمان.